مصطلح علم التحكم الآلي قد يعني أشياء مختلفة، بينما كانت الفكرة تدور حول التعريف الرسمي والتطبيق قد تغير قليلاً في العقود الأخيرة. في عام 1948 عرف نوربرت وينر علم التحكم الآلي بأنه الدراسة العلمية للتحكم والتواصل في الحيوان والجهاز. وفي الآونة الأخيرة يمكن لعلم التحكم الآلي استحضار الصور والأفكار حول الطريقة التي يتفاعل بها البشر والآلات ويتحكمون في بعضهم البعض. الأمر غريب وقد يبدو مخيفاً في بعض الأحيان، ولكنه حقيقي. الآليون سوف يصبحون جزءاً لا يتجزأ من هذا العالم. شاهدوا الفيديو لأن هناك الكثير من المعلومات الشيقة سوف نعرضها لكم، ابقوا معنا. رؤية كاملة الطيف. لقد تغيرت الطريقة التي يستطيع بها البشر رؤية العالم من حولنا كثيراً في القرن الماضي. يوجد الآن تلسكوبات يمكنها رؤية مسافات كبيرة عبر الفضاء، والعدسات صغيرة جداً بحيث يمكنها تحويل عينيك إلى كاميرات. يبدو أن البصر البشري بحد ذاته محدود إلى حد ما مقارنة بهذه الأمثلة، ولكن هذا كله على حافة التغيير. طور علماء من جامعة ماساتشوستس طريقة لإعطاء رؤية ليلية للفئران وربما للبشر يوماً ما. أعطيت الفئران القوة العظمى من القدرة على الرؤية في الظلام، ومع مجرد حقن بسيط يحتوي على نانوتينا. إن الاختراق من الوسائل في المستقبل يمكن أن يكون لدى البشر رؤية ليلية كل ما احتاجوا إليها. الدماغ والحاسوب. أدمغتنا هي أجهزة قوية بشكل لا يصدق. سنوات من البحث في طرق عمل عقولنا تؤتي ثمارها، كما أن التكنولوجيا تتحسن بسرعة أيضاً. زعم علماء من جامعة كورونيل أنهم ابتكروا أول واجهة غير عدوانية بين الدماغ والدماغ تسمى يورينت، تجمع الواجهة بين رسم الدماغ الكهربائي EEG لتسجيل إشارات الدماغ والتحفيز المغناطيسي عبر جمجمة TMS لتقديم المعلومات إلى الدماغ. إن أبحاث EEG التي تساعد الناس على تعلم التحكم وفهم أن EEG لديهم القدرة على المساعدة في التغلب على الاضطرابات النفسية وزيادة الإدراك العقلي. فائقة التحمل. تبحث العديد من الشركات في الطريقة التي يمكن أن تحدد بها الأجهزة والبرامج لمساعدة البشر على القيام بأداء بدني لفترة أطول. يحتوي هذا البحث على تطبيقات لكل من الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية وكذلك الأشخاص الذين لديهم وظائف تتطلب جهداً بدنياً مكثفاً مثل جندي وعامل المصنع. تطورات الهيكل الخارجية التي تدعم جسماً للأداء كانت موجودة منذ فترة، ولكن في الآونة الأخيرة فقط تم دمج هذه الأجهزة مع الذكاء الاصطناعي لزيادة احتمالات جسم الإنسان. يمكن لهذه الأنظمة الآن اكتشاف التعب أو سوء الموقف وإرسال إشارات تحذير للأفراد والمديرين للعناية. زيادة القوة البشرية تأتي مع احتمال سوء الاستخدام. إجبار الأشخاص الذين يعملون في ظروف وحشية بالفعل عن العمل لفترة أطول وأصعب، ولكن لديه أيضاً إمكانية لتقليل إجهاد الجسم وإصاباته لدى بعض القوى العاملة الأكثر ضعفاً. الحصانة من المرض. يعمل الباحثون على طرق للوقاية من الأمراض والكشف عنها من داخل أجسامنا. يمكن حقن هذه الروبوتات النانوية في مجرى الدم حيث تمنعك الإصابة، وحتى إرسال البيانات الصحية إلى هاتفك الذكي عبر السحابة الرقمية. العلاج الذاتي والنمو. يقوم الباحثون بإجراء أبحاث غير مسبوقة في الحيوانات التي يمكن أن تولد ذاتياً بعد البتر. يمكن للحيوانات مثل السمندل وقنديل البحر والقشور إعادة نمو الأطراف بعد الحوادث. اكتشف علماء الأحياء مؤخراً المفتاح الرئيسي لأنواع معينة من الديدان التي سمحت بحدوث هذه العملية القوية. في المستقبل يمكن أيضاً تشغيل الجينات الموجودة داخل البشر لإعطاء البشر القدرة على إعادة نمو الأصابع
وحتى ذراع إذا لزم الأمر. أي من هذه الأهداف التكنولوجية تعتقد أنها الأكثر أهمية؟